فإسرائيل تتسنن في انتهاك المعايير الدولية الذي يدمر مستشفى يتوهم إليه المرضى بالعلاج لا يستبعد عليه تدمير ما يحتمي فيه أبرياء المدنيين. أثناء فترة حصاري الملجأ فقدت بعض من أقاربي هناك وتمكنت أخيرا من الإخلاء مع عائلتي مجازفة تحت زخات الرصاص، والآن أنا أعيش في غرفة تخزين صغيرة مع أكثر من 35 فردا بلا كهرباء ولا مياه نظيفة ولا فراش، كما أعاني من قلة الموارد وغلاء الأسعار. كل يوم أواجه تحديات كبيرة حتى أتمكن